بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. المسيح ولد فمجدوه، المسيح ولد، هللويا. ينعاد عليكم جميعا أولاد المية ومية في كل أنحاء الأرض كافة، خصوصا أولاد المية ومية اللي بأستراليا، ملبورن، سيدني، اللي بأمريكا، موزعين بين شرقة وغربة وكندا، خاصة مونتريال وتورونتو، وجميع المتوزعين بالقارة الأوروبية أو ببلاد الخليج. كنيستكم اليوم بالميومية عم تدعيكم تتعيشوا معنا اليوبيل. شو يعني يوبيل؟ يوبيل هو العودة إلى الله، هو مصارحة، هو غفران، هو أن أعود واحدا مع الله، واحدا مع أخي الإنسان، واحدا مع الأرض. بهالمناسبة الحلوة اللي مجتمعين فيها بعدة عشوات بأمريكا ويمكن بأستراليا وبكندا، بتوجه لكم برسالة محبة ورسالة إخلاص، بنقول لكم إنه مية ومية عطشة إلى زيارتكم بيوتكم وأرض أجدادكم. واليوبيل هو هالمناسبة اللي يرجع واحد يجدد هالعلاقة، الثقة بالأرض والعلاقة مع الله. اليوبيل عانينا فيه المحافظة على الأرض، لأنه دون المحافظة على الأرض ما في محافظة على الإنسان. مثل ما تحافظ على بيتك بكندا، بأمريكا، بأستراليا، بتقطع أولادك أو بأوروبا، عليك أن تتذكر أرض الجدود، أرض بيك وأرض أمك وأرض جد جدك، الأرض اللي تعب فيها والأرض اللي تحافظ عليها. اليوم الأرض هي أمانة بين إيدينا جميعا. اليوبيل إذا بنفتح سفر اللاويين وترجعوا على البيت، سفر اللاويين 25 هو تحرير، تحرير من الخطايا الذاتية، تحرير من خطايا مع الآخرين، مصافحة وغفران، وتحرير من الخطايا مع العبد، مع الخادم. تحرير مين العبد؟ العبد حتى اللي بكون أنا مدينه مصاري، هو بالنسبة لي العبد. بهالسنة بدي حرره، أطلقه من الدين اللي أنا مثقله فيه لكون أنا وياه حرين قدام الله. للحيوان وللأرض، الأرض تناديكم، نحن ناطرينكم لتجوا تحتفلوا بكنيستكم اللي بلش العمار فيها سنة 1934 ودشنا سنة 1937 بال 2012 بيصير عمرها 75 سنة. ما ختيرت، اللي عمروها ختيروا وانتقلوا عن ربنا، ونحن رح نختير وانتقل عن ربنا. بس الكنيسة بعدها شابة وفتية فينا وفيكم، وبتستمر صبية وشابة فينا وفيكم إذا كانوا إيدينا مع بعضنا البعض. ما يغرنا مال، ما يغرنا علم، ما يغرنا جامعات. بتقولوا لي يا أبونا الحكي هين، إيه لا مش هين، ولكن العاطفة هي أصعب ما يمكن أن يعطيه الإنسان، والعاطفة هي اللي بده يبذلها الإنسان. العاطفة إلى الله، والعاطفة إلى الخي، والعاطفة إلى الأرض، هو أصعب ما يعمل الإنسان. في مين مكان يعمل دكتور، ومين مكان يعمل مهندس، ومين مكان يوصل لا يمكن أكبر رئيس جمهورية بالعالم، بس مش في مكان بيقدر يحب، ومش في مكان بيقدر يسامح، ومش في مكان بيقدر يحافظ على أرضه. ما بدي طول عليكم الحديث عن معاني اليوبيل. بتصور فيكم تلحقونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الصفحة الخاصة لليوبيل اللي بتصور هلأ الشباب محل ما أنتم موجودين بالقاعات، أو هلأ بالمونتاج رح يمرقوا لكم إياها من تحت، نفوت ونضل بتواصل. اللي ما عنده بيت اليوم بالمية ومية وما عنده حدا يستقبله، نحن فاتحين لكم مجال تجوا أنتم وأصحابكم. في بيوت مع العائلات بالمية ومية للي بيحب، في بيوت للأجار للي بيحب، وفي نحن مدرسة الكنيسة والمدرسة الرسمية مستعدين نستقبل فيها الشباب والصبايا والعائلات للي راغبين. المهم نلاقيكم معنا، مش مهم كيف بدنا ننام وكيف بدنا نقوم، المهم نعيش مع بعضنا وناكل مع بعضنا ونرقص مع بعضنا ونفرح مع بعضنا بالأرض يلي يمكن في كتير منا صار لهم زمان ما اجوا،
ويمكن أصحابنا ولا مرة إجوا عليا، نشجعهم يجوا عليا مثل ما هم بيشجعونا، نروح على بيوتهم وعلى أرضهم يمكن يصلوا مش بصوت منينا 50 سنة كلوا على بعضه البعض. أنا بدي لكم نحن عم نحضر إذا بتلحقونا كل شهر عندنا شفيع ناخد التعليم تبعيته، عم نرجع ناخد أباء الكنيسة بالقرون الأربعة أو الخمسة الأولى، نرجع نثقف فيهم، نرجع نعيد لإيماننا، لأنه كل المهرجانات تبقى مهرجانات وبتنتهي بوقتها، مثل واحد بيشوف مغني بكيف عليه بعد ساعة بتنتهي الحفلة، لكن بدنا الزبدة تبقى هي الروح، نتلاقى مع بعضنا بالروح. فدعوة إنه خلال هلأ ليلة الافتتاح المقدسة إن شاء الله الله راد راح بتتم ب 24 كانون أول 2011 تفتتح فيها بيت كنيستنا اللي بيستمر سنة الله راد. ودعينا دعوة شخصية قداسة البابا ولبى الدعوة إنه نحن بواسطة السفير البابوي راح يكون عنا بليلة عيد الميلاد الله راد بنقدس سوا الساعة 6 مساء نفتح في جبيلنا بخدمة خاصة جدا، وبتمنى تلحقونا عبر وسائل الإعلام وعبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك، وما بعرف بكرة شو بيخترعوا وسيلة اتصال تنتصل مع بعضنا البعض. فهونيك انتوا ببلادكم صلوا معنا في صلاة خاصة حطينا على كل السايتات صارت، اللي بيعرفها يوصلها للي ما بيعرفها تنكون كلنا مع بعضنا البعض. عم بيأشروا لي إنه مش لازم أحكي أكتر، بدي أختم لكم بشهر تموز احتفالات عارمة من سياحة لمهرجانات ارتيزانال لمسرحيات لبنانية لتور ديسكفر لبنان لعديد من الأشياء محضرينها للشباب والصبايا، من غطس من سباحة من تحديات من جول من باسكت من كل شيء. طالب أنا بصت مع بعضنا، البرنامج بتلاقوه كامل على الويب سايت، والبرنامج بيطرأ عليه تعديلات. المطلوب منكم مش أنتوا جايين غرب وأنتوا منكم ضيوف، أنتوا أهل البيت، حضروا معنا أنتوا شو بتحبوا، تواصلوا معنا قولولنا شو بتحبوا. حتى عاملين سيارات بالرموز والأشكال، 6-7 سيارات شريوات بينعمل رموز مثل مهرجانات زحلة أو بكفية اللي بتذكر. كمان في نحن فينا نحن نكون سبونسر لوحدة من السيارات من تراث أستراليا، من تراث أمريكا، من تراث كندا، مونتريال، إلى آخره من الأشياء نتبنيها ونحن نعمل ونشتغل، ونحن هون مستعدين نلبي التصميم للي بترغبوا فيه تكون كلنا مشاركين. بالنهاية بدي لكم أنتوا بتحبونا صحيح، بس نحن بدنا نقلكم نحن منحبكم أكتر. تعرفوا ليه؟ لأنه كل هالكنيسة وكل هالزيتون المزروع هون وكل هالبيوت هون لو ما نحن قاعدين ناطرينكم ما بيبقوا. فبدنا تجوا سلموا علينا وتبسونا، ما بدنا مرسي، بدنا تجوا تنبسطوا معنا، تستعيدوا الذكريات، وين اتخنقتوا وين اتصلحتوا وين اتجوزتوا وين اتعرف واحد عمرته وين اتعرف على جوزة، ننطل إيمان على قدام بروحية مارجريوس، بروحية ابن الميومية الأصيل، المي اللي ما بتنضب أبدا. نرجع كلنا سوا نحو لبنان، ما حدا يخاف من شيء طالما نحن موجودين وربنا موجود، ما في شيء بيخوف. كل العالم بتقول إنه بال 2012 بتنتهي الدنيا، وبال 2012 بتصير حروب، وبال 2012 ما بعرف يمكن يهجم على مين. نحن بنقول بال 2012 بدنا نجدد عهدنا مع لبنان ومع المية ومية بلبنان، لأنه من دون المية ومية كل لبنان ما بيعينا. فالمية ومية عطشة ومتشوقة، ونحن عطشانين للقيا بعضنا البعض مثل مريم وأليصابات. فنحن أليصابات، فتعالي يا مريم لكي يرتقد الجنين في بطنك، وكل عام وانتم بخير.